أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها عباد الله إن في الصراع بين الحق والباطل وفي التدافع بين جند الله وجند الشيطان حكم وأسرار لا يحيط بعلمها إلا العليم الحكيم الذي جعل في التدافع بين الفريقين سنة من سننه في البشر لإصلاح الأرض ومن عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز إن كل ما يجري في الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر
من المعارك الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، هو من هذا التدافع الذي أراده الله سبحانه وتعالى قدراً، فضلاً منه سبحانه على عباده ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وليميز الله الخبيث من الطيب، وليظهر المنافق من المؤمن، وحتى يتبين الكاذب من الصادق. ولله سبحانه وتعالى جند لا يعلمهم البشر ولا يرونهم، يسخرهم مع عباده المؤمنين فيؤيدونهم وينصرونهم لتكون الغلبة لهم على الكافرين والمنافقين، وهم جند في السماء وجند في الأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. جنود لا يعلمهم ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الخلق، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ومن الجنود ما هو حسي وما هو معنوي، ففي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومطاردة المشركين له، كانت جند الله حاضرة لحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن عيونهم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها. وفي غزوة بدر أيض الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بملائكة من السماء مردفين يقاتلون معهم، وألقى الرعب في قلوب المشركين، وأنزل المطر تطهيرا للمؤمنين ليذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام، وألقى النعاس تأمينا وتنشيطا لهم، وكل أولئك من جند الله تبارك وتعالى. وما من مواجهة بين الحق والباطل إلا ولله سبحانه وتعالى جند حاضرة لنصرة المؤمنين وتأييدهم. ففي صلح الحديبية كان جند الله تعالى مع المؤمنين، قال الله عز وجل في شأن هذا الصلح الذي سماه فتحا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولما أعجب المؤمنون بكثرتهم في حنين فباغتهم العدو، فما أغنت عنهم كثرتهم، واختلط حابلهم بنابلهم، وبعد أن ثبتوا في المعركة وصمدوا نصرهم الله تعالى بجنده وأنزل السكينة عليهم. لقد نصرتهم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها. ويوم الأحزاب، يوم أن اجتمعت جموع الشرك وحاصروا المدينة، وغدرت اليهود، وخذل المنافقون، وعظم الكرب، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، في هذا الموقف العصيب الرهيب كانت جند الله عز وجل مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب أخذتنا ريح شديدة وقر، أي برودة شديدة. القر هو البرودة الشديدة. حديث رواه مسلم. فهزمت جموع الشرك يوم الأحزاب بالريح وهي من جند الله تعالى، وبالملائكة
وهم من جند الله تبارك وتعالى. ويوم الأحزاب أو غزوة الأحزاب هو موضوع حديثنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى، وكان لابد من هذه المقدمة. من الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الغزوة حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء يهود بني النضير عن المدينة. لماذا؟ لأنهم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا اغتيالهم عندما ذهب إليهم في أمر دية للقتيلين من قبيلة بني عامر، فأظهروا الموافقة على دفع الدية ولكنهم أضمروا الشر. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار جدار بيت من بيوتهم، فانتدبوا رجلا ليعلو هذا البيت فيلقي بصخرة عليه فتقتله. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بمؤامرة اليهود، فقام وخرج راجعا إلى المدينة وجمع أصحابه وأخبرهم بما أرادت اليهود من الغدر به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليه، وأرسل إليهم محمد بن سلم يقول لهم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها بعدما هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتم عشرا فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. ولكن اليهود رفضوا الخروج بتحريض من المنافقين بألا يخرجوا وأنهم سيقاتلون معهم. فأرسل حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحاصرهم، فاستسلموا بعدما أخذ لهم اليهود وقبائل العرب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا حال المنافقون في كل زمان وفي كل مكان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير بالخروج من المدينة وما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فخرجوا وقد تحملوا على 600 بعير. ولم يكن خروجهم من المدينة بالأمر الهين على نفوسهم، فقد كانت قلوبهم تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطغت نفوسهم على فكرة الانتقام، وأخذوا يتلمسون أي طريقة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فجمعوا ما استطاعوا من فلول قريش ومن قبائل العرب الكارهين للإسلام والمسلمين لينقضوا على محمد وصحبه، فيضربونهم ضربة رجل واحد فيقضوا عليهم في ليلة من نهار في يوم من نهار ثم يفرغوا منهم. وجمع اليهود نحو 10,000 مقاتل من قريش وغطفان وبني أسد وبني سليم، وسار هذا الجيش الكبير نحو المدينة تحت إمرة أبي سفيان بن حرب قبل أن يسلم في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الجيش الكبير جمع أصحابه وشاورهم، فقال له سلمان الفارسي يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا خفنا العدو خندقنا علينا، إذا خفنا العدو نحفر خندق. فعجبت المسلمين فكرة الخندق، فركب النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من المهاجرين والأنصار إلى شمال نحو شمال المدينة، ارتاد موضعا في شمال المدينة، وكان شمال المدينة هو الناحية المكشوفة التي يستطيع العدو الدخول إلى المدينة منها، أما بقية النواحي فكانت حصينة منيعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحفروا الخندق ووعدهم بالنصر إن هم صبروا واتقوا، وعمل معهم صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وأبطأ عنهم رجال من المنافقين كانوا يتسللون إلى أهلهم بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيهم قوله تعالى في آخر سورة النور
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا له يا محمد بل يا رسول الله يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واستمر حفر الخندق شهر، كان في أيام شديدة البرد على قلة من الطعام وشح في القوت، حتى كانوا يسدون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، ولم يكن هذا يوهن من عزمهم ويضعف من نشاطهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعهم ويقوي عزائمهم ويبعث في نفوسهم الأمل بانتصار الإسلام وظهوره، وأنه سيمتد ملكه وسلطانه حتى بلاد فارس والروم وبلاد اليمن. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه قد أعيته صخرة وهو يحفر في الخندق، أعيته صخرة ضعف عنه، كانت صخرة قوية لم يقوى عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني فأكون أول من ضربها، فقال بسم الله فضربها ضربة فوقعت فلقة ثلثها، فقال الله أكبر قصور الشام ورب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه في هذا الموقف العصيب أن الله عز وجل سيفتح له قصور الشام وأيضا قصور كسرى، فضرب ضربة أخرى فوقعت فلقة، فقال الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة. قال عندها المنافقون نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدون بقصور فارس والروم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفل الخندق بدأت وظهرت طلائع الأحزاب مقبلة على المدينة من ناحية جبل أحد، حتى وصلوا إلى أبوابها ففوجئوا بالخندق، فكانت مفاجأة لا يتوقعونها، حتى قال بعضهم لبعض هذه مكيدة لم تكد العرب بمثلها من قبل، لم تكن العرب تكيدها، هذه مكيدة جديدة. وأقفت قبائل الأحزاب حائرة ماذا تفعل، وقد جاءوا وظنوا أنها معركة يوم أو بعض يوم ثم ينصرفوا. ووقف الفريقان أمام الخندق وجها لوجه، وطال التربص والانتظار بقبائل الأحزاب، وليس بينهم وبين المسلمين إلا تبادل السهام والنبال من بعيد. حينئذ رأى حيي بن أخطب زعيم اليهود أنه لا بد من الدخول إلى المدينة عن طريق يهود بني قريظة، وهم كانوا في الجنوب الشرقي من المدينة، وكانوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حيي بن أخطب إلى زعيم بني قريظة كعب بن أسد، فظل يراوده ويراوده ليخون عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض الرجل في الأول وقال لم أرى من محمد إلا وفاء وصدقا، فلم يزل به حتى نكث عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بغدر اليهود فأرسل إليهم ليستوثق من الخبر، فوجدهم على أخبث حال. ولما وصل الخبر للمسلمين عظم الكرب واشتد البلاء، حتى ظنوا أنهم قد أحيط بهم، وكانوا كما قال الله عز وجل فيهم وإذ جاءوكم من فوقكم، أي من شمال المدينة، ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء شديد، امتحان عظيم من الله تبارك وتعالى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس وما هم فيه من البلاء والكرب، أخذ يبشرهم ويقول لهم والذي نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو الله تعالى أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله لي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهنا كشف المنافقون عن حقيقتهم وأظهروا كثيرا مما كانوا يسرون، فجعلوا يتسللون ويحرض بعضهم بعضا
تقال الله عز وجل فيهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وأجمع المشركون على القيام بهجمة عامة على معسكر المسلمين فجعلوا يطوفون بالخندق يتلمسون مضيقا يقتحمون منه بخيلهم فلما أتوا على مكان ضيق أغفل المسلمون حراسته عبره المشركون وهمت بنو قريظة أن تغير على المدينة ليلا لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل من أهل المدينة بحراسة المدينة وأحاط المشركون بالمدينة حتى اختلط على المسلمين أمرهم فلم يدروا أين تقع كتائب الأعداء وهنالك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه قائلا اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم لا يغلبهم غيرك وجاء المسلمون يتساءلون ألا من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كل جهدهم من أجل حماية رسالتهم ومدينتهم وهذا هو المطلوب أن تبذل كل ما في وسعك تأخذ بكل الأسباب وإذا وجد الله عز وجل منك صدقا تدخلت عنايته سبحانه وتعالى وفعلا قد تدخلت العناية الإلهية لنصرة المسلمين وأخذ سير المعركة يتطور إلى نحو لا يدركه الناس وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أرسل الله سبحانه وتعالى كان مما صنع الله عز وجل لنبيه وللمسلمين ما جاء في كتب السيرة أن أتى نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وهو من قبائل العرب فقال يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي فمرني بما شئت فكان مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له خذل عنا الحرب خدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا فأتى نعيم بن مسعود يهود بني قريظة فقال له إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم فالبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم وإن غطفان وقريش قد جاءوا لحرب محمد وصحبه فإن رأوا نهزة أي فرصة أصابوا منها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهينة من أشرافهم هذا الكلام الذي قاله نعيم بن مسعود ليهود بني قريظة ثم ذهب إلى قريش فقال لهم إن معشر يهود قد ندموا على ما كان منهم من خذلانهم محمدا وأنهم قد أرسلوا إليه وقالوا إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا ثم نسلمهم لك فتقتلهم ثم نكون معك على من بقى منهم فنستأصلهم ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم نفس الكلام فأرسلت قريش وغطفان إلى نفرا إلى بني قريظة فقالوا لهم نحن لسنا بدار مقام نعم نحن ليسنا من أهل البلد وقد هلك الخف وقد هلك الخف والحافر حافر الحصان وخف الإنسان قد هلك فأعدوا صبيحة غد للقتال حتى نناجز محمدا
فقال لهم اليهود: والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهينة منكم. فرجع الرسل إلى قريش وطفان فقالوا: والله لقد صدقنا نعيم بن مسعود. فردوا إليهم الرسل فقالوا: والله لا نعطيكم رهينة أبدا، فاخرجوا معنا إن شئتم، وإلا لا عهد بيننا وبينكم. فقال اليهود: والله لقد صدق نعيم بن مسعود. فخذل الله عز وجل بينهم وشتت كلمته، وأرسل سبحانه وتعالى ريحا شديدة في ليلة شاتية حالقة الظلام شديدة البرد حتى كانت تكفأ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتقوض خيامهم وتطير وتطرح آنيتهم وتلقي الفزع في قلوبهم، حتى ظن المشركون وخافوا أن يهجم عليهم المسلمون لينتهزوا هذه الفرصة، فأجمعوا وقد عزموا على الرحيل. فأصبح المسلمون فلم يجدوا أحدا من جموع العدو الحاشد، فأدركوا وأيقنوا أنهم مؤيدون بعناية الله تبارك وتعالى. وهنالك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. كانت هذه الفترة ما قبل الأحزاب، بدر وأحد والأحزاب، كان المسلمون في مرحلة الدفاع عن النفس. ذهب إليهم المشركون في المدينة في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، لكن بعد ذلك أصبح المسلمون هم الذين يبادرون عدوهم بالهجوم، فانتقلوا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، حتى مكن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من فتح مكة في العام الثامن من الهجرة. كانت غزوة الأحزاب معركة عصيبة، معركة أعصاب، وامتحان للعزيمة، واختبار للقلوب. لذلك أخفق المنافقون ورجح المؤمنون. لذلك الله عز وجل قد امتحنهم واشتد عليهم في هذه الغزوة، فلما نجحوا امتدت إليهم يده الرحيمة وأنقذهم من براثن عدوهم. فقال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله عز وجل يريد من هذه الأمة الصدق فقط. في غزوة الأحزاب لم يقاتل المسلمون، ولكنها كانت من أشد الغزوات على المسلمين. لم يقاتل، لما وجد الله عز وجل الصدق في قلوب المؤمنين جاءهم نصرنا. كذلك في غزوة تبوك وغزوات كثيرة لم يقاتل فيها المسلمون، بل ذهبوا ورجعوا دون قتال. كان ذلك امتحانا من الله تبارك وتعالى واختبارا لصدق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم قل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم تقبل دعاءهم، اللهم تقبل توبتهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، قم الى صلاتك المرحوم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.